الوصفة اللي كان عندكم هتموتني. انتوا عملتوا فيا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت اخدت ايه؟ يا دجالة يا مجرمة! انت اخدت ايه؟ انا هبلغ البوليس، هبلغ النيابة. اخدت ايه؟ بتقولي اخدت ايه؟ وعاملة فيها دكتورة؟ انا هوديك بتاعتي، هبلغ البوليس، هبلغ. سامح اختي؟ الحقيني يا عمته. في ايه يا منى؟ قبض على سامح اختي. يا مصيبتي، مين اللي قبض عليه؟ بابا فين؟ اسمع عليا بيه، انا مستعد ادفع ملايين، بس بنتي ما تباتش ليله في الحجز. يحبسوها ده ايه؟ هي مجرمه؟ لا لا لا، ان شاء الله يا حاج مش هيحصل حاجه زي كده، بس المهم نعرف ايه اللي حصل بالظبط. ده ملعوب كبير انا المقصود بيه، انا ما يهمنيش، انا بفوت في الحديد طول عمري، لكن اللي يفكر يمس شعره من بناتي اخليه يندم طول عمره. اسمك بالكامل؟ سامح عبد الرحمن صالح. سنك؟ 23 سنه. المهنه؟ مديرة محل العطارة الطبية. يا ترى معاكي مؤهل؟ بكالوريوس صيدلة. أنسة سماح، أنت تعرفي الراجل ده؟ مش فاكرة. يعني ما جاش المحل واشترى منك أي حاجة؟ يا فندم مش فاكرة. أنت كذاب! كدابة سعادة البيه، كدابة! اسكت انت، ما تتكلمش الا مسألك، انت فاهم ولا لا؟ يا فندم انا كل يوم بيجي لي زباين كتير جدا للمحل، ما بفتكرش منهم غير اللي بيتابعني يوم بيوم علشان خاطر العلاج بتاعه. المجني عليه بيقول انه جالك عشان كان بيشتكي من السكر، وان انت اديتي له تركيبة، ولما اخذ التركيبة دي حس بمغص شديد وبضيق في التنفس، وكان حاسس ساعتها انه هيموت. مستحيل يا فندم، انا التركيبة بتاعت السكر اللي عندي مستحيل تعمل كده. يعني انت تعرف التركيبة دي كويس؟ طبعا يا فندم. طيب ممكن بقى حضرتك تقولنا عليها؟ يا عم خير، طمنوني. سماح جوه عند رئيس النيابة بياخد أقوالها. ممكن تدخل تقول له سيادة رئيس النيابة علاء فهم المحامي وكيل على المتهم. ايه طمنا. يمكن يا عمي سماح اديته دواء غلط. دواء هي يا كمال؟ انت فاكرها فتحه اجزخانه؟ يا ريتها فتحت اجزخانه وخليتها في التخصص بتاعها احسن. ده مش وقت الكلام ده كمان. اتفضل يا فندم. انت متاكده ان الوصفه دي ما فيهاش اي مواد تانية غير اللي انت ذكرتيها؟ طبعا يا فندم. انسه سماح، في حد في المحل بيقوم بتحضير الوصفه دي غيرك؟ دي كلها وصفات جاهزة تبقى متسجلة على الكمبيوتر، وانا اللي بقوم بتحضيرها بنفسي. واحب اضيف حاجة كمان، ان الدكتورة سماح من يوم ما بدأت نشاطها التجاري في المحل وما جاتش اي شكوى من اي زبون، بالعكس الزبائن كانت بتزيد يوم عن يوم، وده دليل على ان وصفاتها في العطارة الطبية كانت بتقوم بدورها بنجاح. وش معنى انا بقى اللي جلت معايا وكانت هتموتني؟ انا مش قلت لك ما تتكلمش لما اسألك؟ هو يعني علشان انا راجل غلبان ومعيش محامي زيها؟ انت مش قلت كل اللي عندك؟ وعلى كل يا سيدي، لو عندك اقوال جديده اتفضل قولها. لا انا هقول واقول. اتفضل قول. لما افتكر بقى بقول. اكتب يا ابني، وقد امرنا بارسال الوصفه الطبيه الى معامل وزاره الصحه لتحليل ما جاء بها من مواد. سماح بابا ما تخافيش، عايزين 3000 جنيه كفايه. انا معايا ادي 5 نتحاسب بعدين. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، هتروحي معانا. الحمد لله اللي جت على الكفاله. اعشاب اللي موجوده دي ليها علاقه بعلاج مرض السكر ولا لا؟ ايوه، بس الكيماويات دي جت منين يا حاج؟ هو ده مربط الفرس يا متر. قصدك ايه يا حاج؟ قصدي ان بنتي ما بتستخدمش اي حاجه فيها كيمياء. اللي حصل ان حد خد الوصفه وحط عليها الحاجات التانيه. ايوه بس هنثبت ازاي يا حاج؟ الجدع ده لازم يقر. ببساطة كده يا حاج، أنت عايز يودي نفسه في داهية؟ لا، أنا عارف إنها مش بالبساطة. الجدع ده حد وزع وحكمه فلوس عشان يعمل الملعوب ده. إحنا لازم نفضل وراه لحد ما يقع ويقر على الناس اللي وراه. شوف يا سماح، المؤامرة اللي اتعملت دي أكيد وراه واحد صيدلي. حبيبتي المواد اللي لقوها في العينة معرفهاش غير واحد صيدلي عارف مفعولها كويس جدا. يا بابا انا في واحد زميلي بياكد لي ان اللي ورا الموضوع بتاعي ده واحد صيدلي. وانت ما كنتش عارفه كده؟ ما طلعت تقول على زمايلك ازاي؟
ما هي معذوره يا بابا، طبعا بعد اللي حصل لها مش عارفه تفكر كويس. انا من اول يوم كنت عارف مين وراها الحكايه دي، والنهارده اتاكدت. مين يا بابا؟ بعدين هتعرفه، عبد الفتاح. ان شاء الله بكره هعدي عليك في المكتب، عايز اتكلم معاك شويه، وقبل كده هعدي على الاستاذ علاء المحامي اتفاهم معاه هنتصرف ازاي. انا تحت امرك يا عم، هتلاقيني في انتظار حضرتك. انا كنت عايز الواد ده يروح مكتب علاء المحامي، بس قلت اكيد هيخاف مهما ادينا له فلوس، فانا شايف انك الاحسن تجرجره لحد ما يجي مكتبك هنا. ازاي؟ قصدي يعني بحجه ايه؟ ابعت له حد من طرفك يقول له ان في شغل، او انك هتشغله عندك هنا في الشركه، وبعد ما يجي لما تبتدي تتكلم معاه تفتح السيره من غير ما يحس. بس ده يا حاج تقريبا كده شافني يوم التحقيق. ما افتكرش، يومها كان في ناس كتير، هيفتكر مين ولا مين، المهم انك تجرجره في الكلام. ماشي، بس هقول له ايه؟ هتقول له اللي انا هقول لك عليه دلوقتي، والباقي سيبه عليا انا والاستاذ علاء المحامي. بس حضرتك متاكد يا حاج ان الراجل الصيدلي ده ورا الموضوع؟ في واحد شغال مع سماح في المحل شاف الواد ده وهو خارج من ادخلت الدكتور فكري اكتر من مره، وانا متاكد ان المصيبه دي وراها الدكتور فكري. يعني محدش اتصل يا حاج؟ يمكن لسه ما وصلش. اهلا وسهلا. لا، اتاجلت ل 15/9. الو، هو حضرتك ليك صله بالدكتوره دي؟ لا لا لا، ده انا كنت قريت على القضيه في الجرايد. بقول لك ايه بقى، القضيه دي لبسها لبسها. انت مش عرفك؟ ما انا رجن عليه، انا اللي كنت هضيع في الوصفه دي. انت غريبه. وليه غريبه؟ اصل ما يبانش عليك اعراض السكر. هو الواحد اللي عنده سكر بيبان عليه ساعه البيه؟ طبعا بيبان عليه، وبيبان في التحاليل كمان. انا مش فاكر كنت قريت في انهي جورنال ان هم هياخدوا عينه من معدتك علشان يحللوها ويعرفوا تاثير الدواء اللي انت خدته. يعني هيفتحوا بطني؟ طبعا هيفتحوا بطنك، وما هياخدوا العينه ازاي؟ ده انا كنت اموت. ما تخافش، مش هتموت. مش هتموت ومش هيفتحوا بطنك، لان النيابه حققت مع الدكتور فكري وقال ان انت اللي جبت له الوصفه وطلبت منه يضيف لها الحاجات التانيه. ايوه، والبوليس زمانه بيدور عليك عشان يقدموك للمحكمه، والدكتوره سماح تطلع بره. لكن انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته حطيت ايدي على بطني وقعدت اتلوى زي ما يكون عندي مغص، واللي حط الحاجات التانيه الدكتور فكري. وادالك فلوس؟ اتكلم عشان تنقذ نفسك. ايوه اداني 50 جنيه. يبقى انت ما فيش قدامك غير انك تروح للنيابه وتعترف عشان يقبضوا على الدكتور فكري وتطلع انت منها براءة، يا اما هتلبسها وتروح في رجليك. انت عندك ولاد قد ايه؟ عندي 2. ربنا يخليهم لك، انا مسؤول عنهم، والاخ عبد الفتاح هيشوف لك وظيفه هنا في الشركه. الله يرضى عليك. قلت ايه؟ الله يرضى عليك. ازيك يا عبدو؟ ازيك. ايه؟
مش مصدق؟ ما دام ناسيني قلت اجي افكرك. انساك ازاي بس؟ ايه اللي خلاك تيجي هنا؟ ما تخافش يا عبدو، عارف ان بناتك بيبقوا الصبح في الكليه، وقلت للشغاله اللي عندكم اني جايه العيشه. لكن انت يا عبدو ليه تسيبني وما تسالش عليا؟ غصب عني يا سوريا، ما انت عارفه الظروف كانت ملخبطه ازاي. غصب عنك؟ ارجوك اعذريني يا حبيبتي. معلش. اعذرك يعني ايه؟ مش كفايه العيشه اللي انا عايشه النهارده؟ يعني ربنا يسهل. ربنا يسهل يعني ايه؟ هتيجي ولا مش هتيجي؟ هحاول. لازم يا عبدو، في موضوع عايز اكلمك فيه. موضوع ايه قولي؟ لما تيجي هقول لك عليه. وبعدين اسيبك دلوقتي لبناتك يرجعوا. عن اذنك. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. مع السلامه يا سراي، تشرفتينا وانستينا. تعالي يا حبيبتي. انت كمان تعالي لي. انت توحشيني قوي. ايه يا حبيبتي ما تجيش وحش ان شاء الله يا رب. الله يسلمك يا اختي، انت ايه اللي رجعك بدري؟ كان عندنا محاضرتين واتلغوا. هي مين دي؟ دي واحده صاحبتي، ما شفناش بعض بقالنا مده دلوقتي. صاحبتك بس على فكره حلوه قوي. حليلك الدنيا يا اختي، غيري هدومك ونميلك شويه على بال ما احضر لك في ايه مالك؟ دي خمس مرات اطلبك فيها واقفل السكه. مش قادر افهم منك حاجه. عبدو انا محتاجه لك. سوريا ممكن ناجلها لبكره؟ عبدو انت لازم تيجي دلوقتي حالا. طيب طيب طيب، حاضر حاضر، انا جاي لك حالا. سوريا. عبدو. ايه مالك حبيبتي؟ ايه اللي خلاكي تكلميني في الوقت المتاخر ده؟ في حكايتنا الوقت دايما معاك بيجي متاخر. سوريا في ايه؟ طمنيني، انا جاي سايق زي المجنون. في ايه يا سوريا؟ ربنا عاوزاه، محتاجاه لك، مشتاقه لك يا اخي. حس بيا، حس اني بشحتك. محدش بيشحت حاجه. ملكه ملكي؟ انت كنت ملكي زمان، كنت ملكي وانت عايش في قلبي وعقلي وروحي، بس ما كنتش طايله. بسرعه، انا قدامك دلوقتي شايفاني وسمعاني ولمساني. لا، عبدو اللي في خيالي كان احلى. طبعا الخيال احلى، الخيال احلى لان بيخلينا نشوف الدنيا زي ما احنا عايزينها. لكن سوريا الواقع سحر وانه حقيقه. الحقيقه انك بتحبني؟ طبعا. الحقيقه اني مراتك. امال انت ايه؟ انا مراتك في لحظات مسروقه، حسب بنسرقها من بيتك وبناتك والناس. عبدو انت اول ما بتدخل البيت ببقى قلقانة متضايقة، عارف ليه؟ لأني ببقى مستنية اللحظة اللي بتقول لي أنا لازم أمشي فيها دلوقتي عشان بناتي. سوريا اللي أنت بتقوليه ده إحنا متفقين عليه، وأنا قلت لك ظروفي قبل الجواز. عبدو ما تفهمنيش غلط، أنت عارف كويس أوي أنا بحبك قد إيه. طبعا. لكن دلوقتي أنا خلاص ما بقتش قادرة، أنا بتعذب يا عبدو. عبدو انت اتجوزت وبقالك بيت وعيلة وبنات، لكن انا عمري ما حسيت اني مراتك، عمري ما حسيت انك جوزي. ما تنساش يا عبدو ان سيف اخوك قتلني مرة زمان، وانت دلوقتي جاي بتكرر وعايز تقتلني 100 مرة. انا قتلك يا سوريا؟ عبدو انا بتعذب، انا بتعذب صدقني، انا بتعذب.
كل لحظة معاك. بتعذب وانا مستنياك، بتعذب وانا بقفل الباب وراك. انا من حقاش اللي بقى من عمري كلمك ومعاك، من حقي على الدنيا كلها اللي مراتك وانت جوزي، من حقي على الحب ده. معاكي حق في كل اللي قلتيه، بس اديني فرصه.